حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة رشفات في الحفظ. على بركة الله وعونه. ما معنى الحفظ؟ يقال في اللغة العربية حفظ الشيء أي حرسه، وحفظ القرآن استظهره، وحفظ المال رعاه، وحفظ العلم وعاه. والحفيظ سبحانه لأنه لا يعزب عنه شيء. حبذا لو نسمع كلمة يسيرة عن الحفظ. طالب العلم حتى يكمل يحتاج إلى حفظ وفهم وبيان، هكذا قالوا. جميل. وأزيد على ذلك أيضا يحتاج إلى قلة نسيان. حلو. فإذا اجتمعت له هذه الأشياء الأربعة فقد كملت ملكته. فمن أوتي حفظا وفهما فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا ازداد أيضا على ذلك بأن أوتي بيانا، والبيان بشقيه في الكتابة وفي الكلام، فهذا أيضا نور على نور على نور. فإن حصل له أيضا قلة النسيان بأن كان قليل النسيان، فهذا قد حاز الخير في هذا الباب بحذافيره. جميل. وهي نعمة عظيمة أنعمها الله تعالى على كثير من عباده، والناس يتفاوتون في هذا كما سيأتي. نعم. أفضل مقويات الحفظ. أفضل مقويات الحفظ الحفظ نفسه، أعني أن يدرب الإنسان نفسه على الحفظ، هذا هو التحفظ. فإذا عود نفسه على ذلك قويت ملكته بإذن الله تعالى. وفي صحيح البخاري: ومن يتصبر يصبره الله، وقس عليه كل من تعنى لشيء كالتحفظ والتفهم والتجلد والتدبر، كل من حاول شيئا فإنه سوف يحصل على ثمرة ونتيجة. ومعظم الناجحين كانوا ناجحين باجتهادهم لا بذكائهم. نعم. ومن الأغذية يذكر في هذا الزنجبيل واللبان، وهو صمو اللبان المعروف، والعسل والزبيب وغير ذلك. وبمناسبة ذكر الزبيب، يقال: من داوم على أكل 21 زبيبة على الريق زاد حفظه، هكذا في كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. لما هذا العدد؟ لماذا؟ هذا العدد لم أجد له يعني لم أجد لذكره حلا، إلا أن يكون الذي قال هذا راعى حساب الجمل، لأن الزاي بسبعة والباء باثنين والياء بعشرة والباء باثنين والمجموع 21. نعم. فقط. وقلت في حلقة ماضية من حلق رشفات، وهي حلقة الاختبار، مما يقوي الحفظ الجوز واللوز والموز. دكتور، في كتب القدماء: مما يجلب النسيان التفاح الحامض. نعم، هكذا زعموا، ولم يكتفي أولئك بهذا بل نسبوه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يفوته نظمي في الطب، أشرت إلى ذلك ورددت عليه، ثم انتصرت للموز المجدود والطلح المنضود الممدود كأصابع الخود. دكتور، حبذا لو أسمعتمونا شيئا من ذلك. نعم، قلت في هذا: وقد عزل الأطب للتفاح تقوية الأبدان والأرواح وللدماغ ولضيق النفس، وإنه لنافع من يبسي. وقال قوم، هنا الشاهد، يحدث النسيان، وقال قوم: يحدث النسيان حامضه، ولا أراه الآن، لأنه ينكره المجرب، فحمله على المزاج أقرب. وإن ترد نأي الطبيب فالهمي تفاحة في كل يوم وانعمي. والانتصار للموز في البيت الأخير هذا الذي تسمعه الآن. والموز في رأيي هو المفضل في طعمه، ونفعه لا يجهل، ولا يأتي في الموز موز حامض في الغالب فيما أعلم. دكتور، وصيتكم في هذا الباب؟ وصيتي لطالب العلم أن يعنى بالحفظ وبتربية الحافظة، لكن يجعل ذلك لما كان من شأنه أن يحفظ كالقرآن وبعض المتون المهمة، لا سيما في الصغر، وأن تكون عنايته بالفهم أكبر. وما كل شيء يحفظ، بل الحفظ في الأصل معيب إلا فيما وضع للحفظ،
كون ملكتك اللغوية وبعد ذلك تستطيع أن تعبر عن الشيء الذي تريد أن تعبر عنه بكلام بليغ. كان بعض زملائنا في الجامعة يجتهدون في حفظ المقررات وفي كلام الشراح، يريدون الفوز بالمركز الأول، ثم يفاجئون بعد ذلك بأن صاحبهم سبقهم وحاز المركز الأول. ما شاء الله. وأقول شيئا آخر. نعم، ما هو؟ ها هنا نوعان من الناس، نوع أوتي ملكة قوية في الحفظ ورغبة جامحة، فهذا نقول له احفظ ما شئت، والغالب كما ذكرت أن أقوياء الحفظ أقوياء الفهم أيضا إلا ما ندر، لكن غلب حفظهم فهمهم بسبب اعتنائهم بالحفظ. نوع آخر يقهر نفسه على حفظ ما لا يرغب، وهذا في اعتقادي ظلم للنفس، هذا نقول له احفظ ما لا بد من حفظه واشتغل بتربية الفهم، فهذا خير وأبقى، خير لك وأبقى. والمراد بتربية الفهم أن يتفهم المرء حتى يفهم، ولو أن يعيد الشيء مرات ومرات حتى يفهم. دكتور، ما أفضل أوقات الحفظ؟ أفضل أحواله وأوقاته بعد نوم كاف في راحة بال وبدن. والناس في الفهم والحفظ على 4 أصناف. الأول سريع الحفظ والفهم. الثاني؟ والثاني سريع الفهم بطيء الحفظ. والثالث عكسه، سريع الحفظ بطيء الفهم. والرابع؟ ورابعهم بطيء الحفظ والفهم، نسأل الله السلامة. آمين. وهم بهذا الترتيب في الفضل، وهكذا الحفظ مع النسيان، أعلاهم سريع الحفظ بطيء النسيان، ثم بطيئهما، ثم سريعهما، ثم بطيء الحفظ سريع النسيان. قالوا وسرعة الحفظ مع النسيان بسبب غلبة الصفراء، هكذا قال الأطباء الأولون، وبطئهما بسبب السوداء، إذا غلبت الطبيعة السوداء أو السوداوية فإنه يحصل ذلك، لأنهم يبنون الطب على الطبائع 4 التي هي الصفراء والبلغم والسوداء والدم. نعم. نعم. عودا إلى مقويات الحفظ، هل هناك شيء من النبات يقوي الحفظ أيضا؟ القدماء يذكرون البلاذر، يذكرونه للحفظ، ولكنه لضرره البالغ ينهون عنه وينأون عنه. يقال شرب منه أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي، محدثان مشهوران، وهما من الحفاظ، فأما أبو داود فأصابه الجذام، وأما ابن مهدي فبرص. ومن قوته أنه يقلع الوشم، والوشم لا يكاد يقلع لأنه تحت الجلد. نعم. أو في داخل الجلد، هذا قاله الرازي في الحاوي. وله ضحايا كثر للبلادر، قضوا نحبهم بلا دية ولا قود، منهم البلاذري، وشرحت ذلك في بعض كتبي، ونقلت شيئا أيضا عن أبي تراب لأنه ذكر لي أنهم كانوا ربما استعملوه، لكن بطريقة معينة، يخلطون معه بعض الأشياء، وأيضا يصفونه ويخلصون منه، يخلصونه من بعض الأشياء التي تضر. دكتور، لعلكم تعلون كتاب ما هب ودب. نعم نعم نعم، هذا في أيام انشغالي بالحفظ والنظم، وهو من كتب الصبا هذا الكتاب. نعم نعم. وأنا لا أدري ما لهؤلاء الأطباء، أطبائنا المختصين بالأغذية المعاصرين، ما لهم لا يدرسون هذا وينظرون في استخلاص ما ينفع منه إن كان ما قاله الأوائل من الحق. ففي مصنفات المتقدمين في الطب وما إليه أقوال مذكورة وتجارب مهجورة وزعمات تفتقد إلى تحرير ووصفات تحتاج إلى تقرير، فما أدري ما الذي صرفهم عن النظر في هذا، أو خفي ذلك على علمنا، الله أعلم. تمام. ما الذي توصون به؟ أوصي بالإكثار من هذا الدعاء لمن أراد زيادة الحفظ والفهم والعلم، ربي زدني علما، هذه هي وصية الله تعالى لنبيه، ومع مداومة النظر والمطالعة أيضا، يكون هذا مع مداومة النظر والمطالعة. نعم. وقد سئل البخاري عن البلاذر فقال مداومة النظر في الكتب، هذا هو البلاذر الصحيح، وأن يديم الإنسان النظر في الكتب، وأن يحفظ وأن يتحفظ حتى يحفظه الله تعالى، وأن يتفهم حتى يزيده فهما.
ونسأل الله أن يجعلنا ممن طلب العلم ابتغاء وجهه، وأن يزيدنا علما آمين وفهما. آمين.